برضه الجبلية توضح سبب إعلان أسماء لاعبي المنتخب لكأس العرب بعد قائمة ليبيا. قال الأستاذ أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية إن القائمة كأس العرب تم إرسالهم عبر السيستم الإلكتروني قبل إعلان قائمة مباراتي ليبيا، ولكن تم إعلان قائمة مباراة ليبيا أولا وفقا للوائح الاتحاد الدولي والموعد المحدد لإرسال القوائم المبدئية، نافيا أن يكون الهدف من مواعيد إعلان القائمتين سبب احتواء الهجوم على بعض عليه بعد استبعاد بعض لاعبي الفراعنة من قائمة مباراة ليبيا. ماشي،